شفنا التطورات اللي صارت بسرعه كثير بلبنان في الاسابيع الاخيره. اليوم فيما يخص فصل الجبهتين، اليوم وين واصلين برايك بهذا الموضوع؟ قد ايه معقول الطول بلبنان يعني مقابل نحن دائما عم نقول وقف اطلاق النار على كل الجبهات، يجب ان توقف وقف اطلاق النار خلص. يعني حتى بغزه اليوم من اول يوم كنا عم نقول اذا وقف اطلاق النار من 7-8 اشهر نحن عم ننادي وقف اطلاق النار بغزه، يوقف اطلاق النار بلبنان تلقائيا، يعود السكان الى شمال اسرائيل وتعود الامور كما هي، ونحن ناخذ وقت لحتى نقدر نطبق 19-01 كامل. هيدا بدأنا أن نسير في وقف إطلاق النار على كل الجبهات لحتى حقيقة يحل الأمن والاستقرار بالمنطقة. يعني بعد ما شفتين متواصلين فيما هذا الموضوع، نحن عم نجي نقول من مبدأ الطبيعي الإنساني، أصلاً غزة تقريباً وقفت عمليات العسكرية كاملة، فنحن اليوم اهتمامنا بلبنان وقف إطلاق النار بلبنان. يعطيكم ألف عافية.